المشي على الأقدام لمسافات طويلة وإعداد الطعام وإقامة المواكب الحسينية وحمل الرايات من أهم مظاهر إحياء مراسيم أربعانية الإمام الحسين في قرية تسخراب وفي مقام الإمام الرضا، حيث اليوم صباح هذا اليوم توافد عشرات الآلاف من أتباع ومحبي أهل البيت في منطقة سهل نينوى، وكذلك من المكونات والأطياف والأديان والمذاهب الأخرى من العربي والتركمان والمسيحية والإيزيدية، توافدوا إلى مقام الإمام الرضا عليه السلام في قرية تسخراب لتقديم التعازي إلى شيعة أمير المؤمنين باستشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. في هذا الوقت حقيقة نحن نطالب الحكومة المركزية ولا سيما المرجعية الدينية الاهتمام بمناطق سهل نينوى وإعادة إعمار ما دمره الأشرار من العتبات المقدسة في هذه المناطق. هذه المناسبة التي يشارك فيها المئات من الشبك من سهل نينوى، شاركهم أيضا كل مكونات المنطقة من إيزيدين ومسيحيين وكاكائين، دليل على التآخي والمحبة والتعايش السلمي. ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونحن هنا في ربوع سهل نينوى في منطقة تسخراب حيث مقام الإمام الرضا عليه السلام، حيث نعيش هذه الذكرى العظيمة، حيث تتوافد جموع المؤمنين والمسلمين إلى هذا المقام لتأدية زيارة الأربعينية، كما ونرى الإخوة الإيزيديين والمسيحيين وباقي الطوائف التي يتكون منها سهل نينوى، الكل هنا يتجه صوب مقام الإمام الرضا عليه السلام والمقامات الأخرى في على الرشوة في العباسية لتأدية هذه الزيارة العظيمة. وكان للشباب دور مهم في تنظيم هذه الزيارة من حيث تنظيم الزوار والمشاركة في المراسيم وإقامة المواكب الحسينية لخدمة الزوار القادمين من أماكن مختلفة وبعيدة عن مقام الإمام الرضا. الحمد لله زيارة حيل زينة، وما شاء الله زوار بكثرة، ويشاركون معنا إخواننا من اليزيدية والمسيحية من كل طوائفنا بالموصل. هذا مقام سيد مولاي اسمه الإمام الرضا عليه السلام في منطقة بعشيق قرية تسخراب. نصر حاجي، يزيدي 24، بعشيقة وبحزاني.